بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 97 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. يسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول في سؤاله الأول: هل للخلفاء الراشدين الأربعة سنة متبعة؟ وهل المقصود بحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الخلفاء الأربعة، أم يشمل غيرهم من الخلفاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قد قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وسنة الخلفاء الراشدين تابعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يحيون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبينونها للناس، فهي سنة بيانية وليست استقلالية، وإنما هي سنة بيانية لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مقصور على الخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. أما بقية الخلفاء والولاة فالواجب ما هم الطاعة بالمعروف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل أيضا بارك الله فيكم أبو محمد من جدة، يقول: هل هناك تعارض بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر أنا الدهر، وبين قوله في حديث آخر: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلى آخر الحديث؟ ليس بينهما تعارض، الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأما قوله سبحانه في الحديث القدسي: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، فسره بقوله: أقلب الليل والنهار، فمعنى أنا الدهر أو إن الله هو الدهر معناه أن الله هو الذي يدبر الأمر وليس الدهر أو الوقت. وأما اللعن في قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، فالمراد به الذم، المراد باللعن هنا الذم، أنها مذمومة لمن اغتر بها واعتمد عليها فهي تهلكه. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر بعثه الأخ أبو صالح من جدة، يقول: هل يجوز تغيير النية داخل الصلاة؟ فكنت أنوي صلاة الظهر فغيرت النية وقلت في نفسي أصليها السنة، فما حكم هذا العمل؟ نعم، يجوز تغيير النية من فريضة إلى نافلة أثناء الصلاة، لأن النافلة أقل من الفريضة، ولا يجوز العكس أن تحول النافلة إلى فريضة في أثناء الصلاة، لأن الفريضة أعلى من النافلة. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: لي بنت عمي وأنا ولد عمها، رضعت معها من جدتي أم أمي وأم أمها مرتين فقط، هل تحل لي أو أخواتها؟ إذا مصصت الحليب من ثديها خمس مرات، خمس مصات ولو في مجلس واحد، فإنك تكون أخلها من الرضاع فلا تحل لك. المراد بالربعات الخمس أي الخمس المصات، كما في الحديث: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، وحديث في حديث عائشة: نزل فيما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم خمس رضاعات، عشر رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك بخمس رضاعات معلومات يحرمنا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ويفسر خمس الرضعات حديث: لا تحرم المصة ولا المصتان، أن المراد بالرضعات المصات، فإذا مص الثدي ودر عليه لبن ثم تركه فهذه مصة، فإذا عاد إليه مرة ثانية ومصه فهذه وخرج عليه لبن فهذه المصة الثانية، إلى أن يكمل خمسة. نعم.
وهل تكون متتابعة أو في حولين؟ لا بد أن تكون أن يكون الرضاع في الحولين، لأن لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فما كان بعد الحولين بعد الفطام ما كان بعد الفطام فإنه لا يؤثر. إذا تناول الصبي الطعام وتغذى بالطعام واستغنى عن الحليب فإن رضاعه بعد ذلك لا يؤثر. أحسن الله إليكم. تحدث الكثير عن رضاع الكبير، فما قولكم في ذلك؟ لا يؤثر رضاع الكبير، فهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا يؤثر، لأنه بعد الفطام، قد قال صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، قوله تعالى الوالدات يرضعن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فما كان بعد الفطام، وقال صلى الله عليه وسلم ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، أما كان بعد الفطام فإنه لا يؤثر، فلا يؤثر رضاع الكبير. وأما قصة سالم مولى أبي حذيفة مع سهلة بنت سهيل، هذه خاصة، قضية عين لا عموم لها كما قال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنا في الصلاة كثير السرحان والهواجيس، يقول ما أهمية الخشوع في الصلاة وكيف يكون الإنسان خاشعا في الصلاة؟ خشوع وروح الصلاة، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال تعالى وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. الخشوع هو روح الصلاة، فصلاة لا خشوع فيها لا حياة، كالجسد الذي لا حياة فيه وليس لصاحبها فيها ثواب، وإن كانت تجزئه ولا يؤمر بالإعادة، ليس له من صلاته إلا ما عقل منها كما في الحديث. والإنسان يتجنب الأسباب التي تشوش عليه وتطرد الخشوع، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن صلاة بحضرة طعام، الصلاة وهو يدافعه تلخبتان، فهذه لأنها تشوش على المصلي فلا يخشع في صلاته. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول ما الفرق بين الحسنة والدرجة، وهل الدرجة مثل الحسنة بعشر أمثالها أم لا؟ الحسنة هي العمل الذي يعمله الإنسان، وأما الدرجة فهي المنزلة التي يعطيها الله للعامل بعمله. سابكم الله. سؤال نعم، يقول وهل الدرجة مثل الحسنة بعشر أمثالها أم لا؟ الحسنة بعشر أمثالها، أما الدرجة فليست من عمل الإنسان وإنما هي جزاء. نعم. سؤاله الآخر يقول هل الصلاة في المسجد المجاور للحرم المكي تعادل الصلاة في الحرم نفسه؟ الصلاة في الحرم حول الكعبة ورؤية الكعبة أفضل، ولكن الصلاة داخل الحرم داخل حدود الحرم فيها المضاعفات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما كان داخل الأميال والأعلام في حدود الحرم فإنه هو المسجد الحرام. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذه الرسالة. السائل يقول حفظكم الله، ما هو الفرق بين الوجوب والإيجاب والواجب المخير؟ الوجوب والإيجاب شيء واحد. نعم. وأما الواجب المخير نعم. مثل الكفارة، يعني مثل قوله تعالى في الظهار، مثل قوله تعالى في كفارة اليمين، واجب المخير مثل قوله تعالى في كفارة اليمين، كفارة إطعام 10 مساكين أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير بين هذه الأمور، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أو مثل قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، خير بين هذه الثلاثة، إذا حلق رأسه يخير بين هذه الثلاثة يكفر به. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول في صلاة الفجر ندخل أحيانا المسجد فنجد بعض الناس يأتي بالسنة عند إقامة الصلاة، فهل ننكر عليه هذا؟ لا، يؤمر بهذا، يؤمر أن يأتي بسنة راتبة الفجر قبل الفجر، قبل طلوع قبل الإقامة، بعد طلوع الفجر وقبل الإقامة يأتي براتبة الفجر. نعم. سنة مؤكدة. ولكن أثناء الإقامة، أثناء الإقامة لا يدخل في صلاة، إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة. نعم. فتنهون إذا كان يصلي والصلاة تقام، يصلي الراتبة والصلاة تقام يدخل فيها، أو يقول تحية المسجد يصلي بعد ما يقيم المؤذن، فهذا منهي عنه، قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. أحسن الله إليكم. هذا سائل أبو فهد من الدمام يقول في سؤاله
ما هو، هل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالبسملة في الفاتحة في الصلاة؟ الغالب أنه لا يجهر بها، وقد يجهر بها بعض الأحيان ليبين أن هذا أمر جائز، يجوز أن يجهر بها بعض الأحيان، ولكن الغالب أنه يسر بها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا من أسئلته يسأل حفظكم الله، يقول: ما هو الضابط في التفريق بين النصوص في الشرك الأكبر والأصغر؟ الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة، وهو أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله عز وجل، فهذا شرك أكبر أخرج من الملة لأنه عبادة لغير الله عز وجل. وأما الشرك الأصغر فهو ما دون ذلك، لا يخرج من الملة ولكنه ينقص التوحيد، مثل الحلف بغير الله، ومثل يسير الرياء، مثل قول لولا الله وأنت، ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل حفظكم الله يقول: هل صحيح أن جمع الظهر والعصر جمع تأخير في السفر تصح عند غروب الشمس، وما هي السنة في الجمع في السفر؟ الوقت يمتد إلى غروب الشمس وقت العصر، لكن وقت الضرورة، أما وقت الاختيار فإلى أن تصفر الشمس، فإذا أخر وصلاها قبل غروب الشمس فقد أداها في الوقت، وإذا جمع مع الظهر فقد أداها في الوقت، لكن لا يؤخرها من غير سبب يبادر بها. أيضا يسأل حفظكم الله يقول: إذا نسي الإمام قراءة البسملة في الصلاة هل تبطل الصلاة؟ لا، الصحيح لا تبطل الصلاة، لأن البسملة ليست من الفاتحة، وليست واجبة أن يأتي بها، إنما الإتيان بها سنة. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذه الرسالة، حيث يسأل الأخ الكريم المستمع يقول: إذا كانت امرأة تزوجت رجلا وهذا الرجل سافر إلى بلد آخر وغاب عنها سنوات، ولا تدري هذه المرأة إن كان زوجها حيا أم ميتا، فهل تطلق منه أو تنتظره؟ تتقدم إلى المحكمة الشرعية وتنظر في أمرها. بارك الله فيكم. هذه بعض الأسئلة من أحد الأخوة المستمعين الكرام، إبراهيم السعيدي من الدوادم، يقول: هل ورد في السنة دعاء خاص يدعى به للطفل الميت في الصلاة عليه، وهل في السنة نهي عن استلقاء المرأة على ظهرها؟ نعم، يدعى لوالدي الطفل الميت، يدعى لوالديه بالمغفرة، وأن يجعله الله ذخرا وأجرا وشفيعا مجابا، ويدعى للطفل بأن يجعله الله بكفالة إبراهيم وأن يقيه عذاب الجحيم كما ورد ذلك في الحديث. وأما الاستلقاء على الظهر فلا أعلم مانعا من ذلك، لا للرجل ولا للمرأة، لكن مع ستر العورة والتستر. هذا السائل يقول: ذهبنا من القصيم إلى الرياض في سفر قبل أيام، فأشكل علينا أنا والإخوة سؤالان: متى دعاء السفر؟ هل هو عند الخروج من المدينة أم عند ركوب الدابة؟ دعاء السفر يؤتى به إذا ركب على آلة السفر من دابة أو سيارة أو طائرة أو غيرها أو مركب في البحر، إذا ركب يريد السفر فإنه يأتي بالدعاء المشروع: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، إلى آخر الدعاء الوارد في بداية السفر. سؤاله الآخر يقول: متى نبدأ بالصلاة بالجمع والقصر؟ هل عند مغادرة المدينة أم في أطرافها؟ إذا خرجتم من البلد، حدود البلد، إذا خرجتم من عامر البلد وكنتم في صحراء ووجبت الصلاة بعد ما خرجتم، إنكم تصلون صلاة سفر. أما إذا وجبت الصلاة وأنتم داخل البنيان صليتموها خارج البلد فإنكم تتمونها، لأنها وجبت عليكم تامة، لأنكم لم تبدأوا السفر، لأن السفر إنما يبدأ بالخروج من البلد. سؤاله الآخر والأخير يقول: بارك الله فيكم، بالنسبة للبول وروث الحيوانات التي يؤكل لحمها، هل هي نجسة وتنقض الوضوء أم لا؟ لا، ما يؤكل لحمه من الحيوانات كالإبل والبقر والغنم فبوله وروثه طاهر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين بالشرب من أبوال الإبل لما أصابتهم الحمى يتعالجوا بذلك، ورخص صلى الله عليه وسلم وأمر بالصلاة في مرابض الغنم. أحسن الله إليكم. السائل محمد يقول: كما نعلم أن الشرك أقسام، والخفي منها علاجه أن الإنسان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه،
لكن الشرك الأكبر يا شيخ مثل الرجاء والخوف، أحيانا المسلم قد يلتبس عليه ولا يفرق بين الرجاء الشركي والرجاء المباح، هل تفصلون هذا الموضوع؟ نعم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، استغفرك من الذنب الذي لا أعلم، هذا يقال في الشرك الأصغر، يقال في الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر فلا بد من التوبة منه والابتعاد عنه. ونعم مثل الرجاء الخوف. وأما الرجاء، الرجاء قسمان، رجاء المخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به، هذا رجاء طبيعي، أما الرجاء الذي معه ذل ومعه خضوع هذا رجاء عبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الآخر يسأل عن الشفاعة والتوسط بين الناس، ما حكمها وهل لها فضل؟ الشفاعة في الخير فيها فضل، قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، الشفاعة في الخير فيها أجر إن شاء الله. نعم. سؤاله الآخر يقول هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو قرأ سورة البقرة لا يدخل الشيطان في بيته، لكن لو كانت السورة مسجلة على شريط هل يحصل نفس الأمر؟ لا يحصل هذا، لأن المراد قال الذي تقرأ فيه، الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، والمراد قراءة باللسان، أما قراءة مسجل هذا مجرد صوت. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول أمي ألم بها مرض لمدة 4 سنوات وتوفيت ولم تصم شهر رمضان، فما الحكم؟ إذا كان اتصل بها المرض ولا تقدر على الصيام وماتت فإنه ليس عليها شيء. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله يقول رجل يعمل خادما في أحد المساجد ثم أصيب بمرض يمنعه من القيام بهذا العمل، فوضع مكانه أحد العمال بجزء من الراتب ويقول إنه قد أخبر إدارة الأوقاف، هل هذا العمل جائز أم لا؟ إذا كان امتناعه من العمل مؤقت ويرجى أن يزول المرض والعذر ثم يعود للعمل فلا مانع، لا سيما وأنه استأذن من إدارة الأوقاف، أما إذا كان تعطله عن العمل مستمرا ولا يرجى أن يعود فلا يجوز له أن يستمر في العمل. نعم. بارك الله فيكم. هذا يقول نحن مجموعة من الشباب عيننا في منطقة تبعد عن سكننا الإقامة الذي كنا فيه نحو 300 كيلو متر للتدريس، ونوينا الإقامة لمدة سنة، لكن هذه المدة قد تطول لأسباب خارجة عن إرادتنا، فهل نقصر الصلاة في هذه المدة أم لا؟ لا ما يجوز القصر لأنكم مقيمون، إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام إنه ينقطع السفر وتأتي العبادات تامة كما كانت في الحضر. نعم. بارك الله فيكم. هذا يقول هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نقول لمن يعطس المرة الثالثة شفاك الله؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشميت العاطس، وهذا من حق المسلم على المسلم أن يقول يرحمك الله إذا عطس، وحمد الله حمد الله فإنك تشميته، فتقول يرحمك الله، وهذا واجب، تشميت العاطس إذا حمد الله أمر واجب، وإذا تكرر هذا منه 3 مرات فأكثر هذا دليل على أنه مصاب بمرض وأن يدعى له بالشفاء. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول الذين يربون الطيور والمواشي هل عليها زكاة؟ إذا كانوا يربونها للبيع إنها تكون عروض تجارة، إذا بلغت قيمتها النصف فإنها تزكى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول عندي سيارة قديمة استبدلتها بسيارة جديدة ودفعت الفرق، فما حكم هذا البيع؟ لا بأس به، أن السيارات لا يدخلها الربا، يجوز أن تبيع سيارة بسيارتين وبعير ببعيرين شاة بشاتين لا يدخلها الربا، فلا مانع من ذلك. بارك الله فيكم. هذا السائل أبو صديق من الرياض يقول إذا كان لدى الرجل أرض أو بيت ليست للعقار أو للبيع مثلا، لكنه أحيانا يتحرى ارتفاع السعر أو يأتي من يرغب في شراء البيت وينظر هل ازداد سعرها أو لم يزد، وليست عنده نية للبيع أصلا، فهل عليه زكاة؟ إذا كان لا ينويها للبيع وإنما ينويها للسكن أو للقنية والعقار فليس فيها زكاة، لأنها ليس فيها نمو، ما إذا كان ينويها للبيع فإنه يزكيها عند تمام الحول، يعني يقومها بما تساوي ويزكيها، يخرج ربع العشر. أيضا من أسئلته يقول هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد لتلقي الدروس فقط؟ لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد وهي حائض، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أما أنها تمر لأخذ حاجة تخرج لا بأس بذلك، إلا عابري سبيل لا بأس بذلك، أما الجلوس لا يجوز لها أن تجلس وهي حائض في المسجد.
لا للدروس ولا لغيرها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول السائل: ما هو التورق وما حكمه؟ التورق أن يأتي المحتاج الذي يريد نقودا وليس عنده شيء، يأتي إلى التاجر ويشتري منه سلعة بثمن مؤجل ثم يقبضها منه ويبيعها ويرتفق بثمنها. هذه مسألة التورق بشروط: أولا أن تكون السلعة عند البائع، أن تكون ملكا له، تكون السلعة ملكا للبائع عند البيع. الشرط الثاني أن يستلمها المستدين، يقبضها قبضا تاما وينقلها من مكان الداين ويبيعها في مكان آخر على غيره ويرتفق بثمنها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وبعلمكم، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. في ختام هذه الحلقة أقدم لكم تحية الزميل بخيت خليفة الدوسري الذي سجل هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.